حقيقة أود أن أتقدم هنا كذلك بالشكر والامتنان والتقدير للزملاء والزميلات الممارسين الصحيين. نرى تضحيات كبيرة، نرى جهود جبارة، نرى أنهم يعيشون تحديات ومع ذلك يعني يتفانون في تقديم كل ما باستطاعتهم لتقديم أفضل العلاج وأفضل الخدمات لكل من يراجع المستشفيات والمراكز الصحية بأنواعها. أيضا أتقدم بالشكر والامتنان لرجال الأمن، حيث نرى تواجدهم الكبير في الميادين والشوارع وفي جميع المواقع لضمان تطبيق منع حظر التجول، فلهم منا كل الشكر والتقدير على جهودهم الجبارة، وأسأل الله التوفيق لهم في هذه المهمة. كذلك حقيقة جهود جبارة من قطاعات حكومية هائلة، كل يعمل بتناغم عالي، كل يبذل جهده بلا استثناء. حقيقة يعني أشكرهم جميعا على جهدهم الجبار في تحقيق أعلى معدات السلامة للمواطنين والمقيمين. أؤكد في الختام أننا نحن معا في مركب واحد، إذا التزمنا جميعا سوف نصل إلى بر الأمان. لذا أرجو من الجميع الالتزام بالتعليمات والإرشادات، وأسأل الله أن يحمينا ويحمي الجميع من هذا الفيروس. شكرا لكم.